سنة زرع جاوب والأجواء كلش كانت ملائمة للأشجار واثمرت بشكل خير وبركة بشكل طبيعي، يعني بكثرة الأشجار حملت فوق ما هي تحمل هذا الموسم. فاحنا الزرع جاوب عندنا بس السوق شوية خالفنا، لأن أول ما بعنا البرتقال بعناه على 1000، فنزل مستورد أثر على السوق مالتنا، فقام ينباع على 1/4، فهذا أثر علينا بشكل طبيعي. احنا هنا بالعراق ما نستخدم المواد الكيميائية، اكو المواد الكيميائية يسمونها الدكسن، احنا عندنا هنا بالعرب نسميها الدكسن، هذول اهل الخارج يستخدمونها تنفخ بس الغلف مال الثمرة. احنا بستانا اول ما شفنا هذا الشيء مضارب له تركناه، فهذا أثر علينا بشكل قوي وخاصة المستورد. الأمراض تصيب الأشجار احنا نسميها الجرب، هي اكو بعض المناطق نسميها السرطان، هذا يصير على الثمرة نفسها في الغلاف الخارجي. أول ما تثمر هي الشهر الرابع موسم الثمار يتكاثر هذا المرض بشكل غير طبيعي، يعني بكثرة قوية، فهذا قبل المحصود مالتها هاي يسحب المي مالتها اللي ما يمتص على آخر يوقعها. هم الدولة وفرت هذا الشيء بشكل مو يعني بشكل مو غير كافي، يعني احنا عندنا 10 دوانم، يعني تنطيني مال دونم يعني فد قليلة كلش ما تكفي البستان.